بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله حنكمل النقطة الثالثة، طرق وأوعية وأجهزة الحفظ. هنا حنحكي عن طرق الحفظ وأوعية والأجهزة التي تتناسب مع كل طريقة من هذه الطرق. طرق الحفظ اللي هو النقطة الأولى، الحفظ الرأسي والحفظ الأفقي والحفظ الواقف. هناخد طريقة طريقة في هذا اللي هو طرق عملية الحفظ. أولا طريقة الحفظ الرأسي المعلق. طريقة الحفظ الرأسي المعلق تتبع هذه الطريقة اللي هي في حفظ الأوراق الخاصة بموضوع معين، يعني في ملف عادي اللي هو الملف العادي أو معلق يسمى اللي هو الدوسيه، ثم يكتب على حافتي، يعني في ملفات عادية بنسميها دوسيه، بنكتب على حافة الملف اسم الملف أو رمز الملف، يعني زي ما احنا بنلاقي في عندنا ملفات دوسيات مكتوب عليها هذا ملف بتعلق بالبريد الصادر، هذا في الوارد، هذا في المناصلات الإدارية، هذا في التقارير مثلا، يعني هذه ايش احنا بشكل رأسي او معلق، يعني الاثنين اللي هو ممكن. المعلق الان انا بجي بحكي لكم كيف حيكون داخل هذا اللي هو بكون المعلق داخل الادراج اللي هي الخزائن الخاصة بها، بكون مرتبة حسب اللي هو تسلسل الأرقام الملفات. يعني لما أجي أقول لك في القبول والتسجيل في عنا ملفات تتعلق بكل طالب له ملف، يعني مثلا في عنا سنة 2019 2020 مثلا في تخصص سكرتارية، في كل طالب له ملف، كل طالب رقمه واسم الطالب، برقم الطالب واسم اللي هو الطالب في هذا الملف، وبنوضع فيه كل الأوراق اللي بتتعلق به هو الطالب. فعندي 50 طالب، 50 حسب الرقم الطالب المتسلسل، وأنا بوصل إله بشكل سريع هذا اللي هو من خلال أنا كمان واضع ورقة لاصقة على الدرج بتحدد إلي هذا الدرج بتعلق بدفعة مثلا طلاب 2019 2020 في 2020 2021 مثلا. هذه اللي هي بالنسبة للطريقة اللي هي، لكن كيف معلق في ملفات معلقة داخل الأدرج مصمم إلها زي علاقة الخزائن مثلا، لما نجي أعلق الأواعم في حد مثلا مفصل لها حديدة موجودة وفي علاقات موجودة، وهذا النظام نفس الشيء بالنسبة للملفات، بكون أدرج مخصصة إلها نظام علاقة وملفات بنوضعها إلها علاقة نوضعها في داخل هذه اللي هي الأدرج. هذه من مميزات هذه الطريقة، سهولة الوصول إلى الملف عند طلبه، إمكانية رؤية جميع الملفات في أماكنها سواء كان اللي هو المعلق أو اللي هو الرأس الواقف، يعني هذا ممكن سهولة رؤية هذا الملف بشكل سريع عند استخراج أي ورقة. هذا بالنسبة للي هي الطريقة هذه. الآن في يعني بالنسبة لأوعية، يعني اللي هي الحفظ كيف احنا بنستخدمها هذه في هذه الطريقة، اللي هو نقطتين احنا قلنا اللي قلنا عنهم في السابق، هو الدوسي والحافظ العلاقي. الملف اللي بيكون مصمم للدروج وله نظام علاقة وبعلق الملفات في داخله، طبعا كل رقم متسلسل لكل طالب. بالنسبة للدوسيه اللي هي الملفات العادية ممكن نكتب على اللي هي هذا بورق مقوى وسميك، نكتب على حافة الملف اسم هذا بريد صادر أو هذا بريد وارد أو مراسلات، وممكن نكتب الرمز اللي هو بتعلق بهذا الملف. هذه بالنسبة للي هي هذه النقاط. في عنا كمان اللي هو نقطة مهمة هنا جدا إن شاء الله حنحكي عنها، اللي هي بتتعلق بموضوع أجهزة الحفظ الخاصة في كل مكان في هذه الطريقة، هنحكي عنها في اللقاء القادم.